بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقادر. شباب الكومباينيشنال سيركيوتس زي ما تكلمنا وقلنا إن هي عبارة عن دوائر تجميعية مسؤولة عن إنها تجري العمليات الحسابية والعمليات المنطقية على الداتا. جميل، إحنا قسمناهم لنقطتين، نقطة خاصة بالديزاين ونقطة خاصة بالاناليزيس. الكلام دلوقتي عن النقطة الخاصة بالاناليزيس، معناها ان احنا ان شاء الله باذن الله راح نتكلموا عن مجموعة من الدوائر اللي هي اوريدي ديزايند قبل كده، الاركيتكتس الباشمهندسين صمموها واحنا بنبتدي ناخدها نحللها نعرفه هي عبارة عن ايه وبتعمل ايه وبتشتغل ازاي والاكسبريشن بتاعها ايه ورسمتها ازاي. تمام، فده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنحاول نتكلموا عنه. طيب اول دايره من الدوائر الكومباينيشنال سيركيوت اللي احنا راح نتكلموا عنها ان شاء الله باذن الله هنتكلموا عن دايره اسمها الهاف ادر. في الترجمه بتاعتها تقريبا اسمها نصف الجامع على ما اظن. الهاف ادر ديت يا جماعه واحدة من ضمن الدوائر اللي هي البيزك، يعني هي ما بتدخلش في يعني ما بتشتغلش بشكل مفرد، لكن هي اساسا كانت كور علشان اكون منها الدائرة اللي بعد منها اللي هي كان اسمها الفول ادر. تمام، فده عبارة عن زي برنسبل، كانت حاجة اساسية عشان تكون لي الفول ادر. فاحنا قبل ما ندخل على الفول ادر المفروض ان احنا ناخد المفهوم البسيط هي بتتكون من ايه. فهي هنتكلموا بقى عن الهاف ادر. الهاف ادر ديت انا عندي ملاحظتين قبل ما نتكلموا عن اي حاجه. اول حاجه انها مسؤوله او انها بتقوم بعمليه الجمع لبتين، اتنين بت بس، بت وبت تاني بتجمعهم. تمام كده، ما بتعملش جمع لاي حاجه زياده، يعني ما بتاخدش كاري من عمليه تاني، لا لا هي ما بتجمعش غير اتنين بت بس، وده الفرق ما بينها وما بين الفول ادر. النقطه اللي بعد منها انها ما بتقبلش كاري، لانها ما بتجمعش غير اتنين بت بس، فهتاخد كاري ما بتقبلش كاري. اللي بتقبل كريب بتكون عبارة عن ايه؟ عن الفول ادر. طيب وكالعدد من كومباينيشنال سيركيوتس من عدد الانبوتات بيعتمد على عدد الاوتبوتات. خلينا نقول اني انا عندي اثنين انبوت في الهاف ادر، ادي اول انبوت هنسميه A والانبوت الثاني انا هنسميه B، وديت هنكتب في النص H A ريبريزنت فور اختصارها ليه كلمه هاف ادر. جميل، وعدد الاوت بوت اللي بيطلع لي بيكون عباره عن اثنين اوت بوت، اول اوت بوت هنسميه اس، ده اختصارها لكلمه صم اور الجمع بتاع الفاريبلز اللي داخلين، والنقطه الثانيه هنسميه سي او اور سي اوت، ده خاص بالكاري، الكاري اللي هو القيمه الباقيه، لان ايه؟ لاني عندي قيم باقيه، ممكن يكون في عندي قيم باقيه. طب من فين انت بتقول داز نوت اكسبت وانت بتقول في قيم باقيه؟ انا بقول لك القيم الباقيه هي ما بتقبلش يدخل لها انبوت لمتغير من عمليه حسابيه فاتت، لكن هي بتطلع اوتبوت اثنين اوتبوت، لكن ما بتقبلش انبوت من عمليه فاتت، ما بتقبلش انه يدخلها انبوت من عمليه فاتت، لكنها بتطلع سبميشن او بتطلع سم او بتطلع كاري. جميل، فبفرض كده بنقول ان الاي ده اول بت من الرقم، او ده البت الاولاني، البي ده البت الثاني. جميل، بعد كده ما بتقبلش، يعني يا ايه يا بي، يا زيرو يا واحد. الاي ده ممكن يكون زيرو ممكن يكون واحد، البي ده ممكن يكون زيرو ممكن يكون واحد، ما ينفعش يكون رقمين جنب بعض. لا اكشوالي هي بتشتغل على بت واحد بس، وكان متغير واحد وبت واحد بس المتغير الثاني، فبتجمع لي اثنين بت بس، ده اللي انا كنت بقوله يا جماعه من شويه. طب جميل، بما ان انا طيب عندي اثنين بت، فخلونا نقول كده جدول الحقيقه بتاعي يكون عباره عن عندي على اثنين فاريبل، عندي كم احتمال يا جماعه؟ عندي اربع احتمالات. خلونا ناخد الاي وناخد البي، طبعا على اربع احتمالات 0 1 0 1 و1 او 0 0 1 1.
جميل. طيب خلونا نقول كده ان انا مسمي متغيراتي اس وسي وكاري اوت، ادي اس تمام وادي السي زيرو او الكاري اوت. جميل، ها خلونا ناخد السبمشن نقول ان ده بيجمع المتغيرات يا جماعه، زيرو هو زيرو عباره عن زيرو، ومعايا كاري اوت في حاجه هتتبج يا جماعه من نتج العمليه؟ لا مفيش ناتج، فالكاري بتاعي بزيرو. طيب زيرو وواحد هيديني واحد والكاري بتاعي بزيرو. طيب واحد وزيرو يديني واحد والكاري بتاعي بزيرو. طيب واحد واحد، ها كنا بنقول واحد واحد كان عبارة عن ايه؟ عن زيرو والكاري بتاعي كام؟ والكاري بتاعي واحد. واحد واحد كان عبارة عن زيرو والكاري بتاعي بيكون عبارة عن واحد. جميل. طيب بعد ما انا كملت جدول حقيقة انا بعمل ايه من جدول حقيقة؟ بجيب الاكسبريشن، المفروض دايركتلي على طول اطلع الاكسبريشن اللي هو الدايرة دي بتشتغل ازاي. جميل. طيب ناخد معادلة السبمشن ديت الاس، ها ونشوفه بقى الاس من كنا بنطلع المنترمات يا جماعة. جميل. الاس منورة فين؟ منورة في الاي، الاي المنفية ولا المثبتة؟ لا الاي المنفية. مع مين؟ مع مين المثبتة؟ ده يديني اي داش بي. رائع. ها كنا في حاجه ثانيه، في واحد ثاني كنا بنحط الاوبريتور زائد. ايه ده بقى الاي مثبته ولا منفيه؟ اه ده مثبته. مع مين؟ مع البي المنفيه. هيبقى ايه مع مين؟ مع بي داش. رائع جدا. الاكسبريشن ده مش غريب علينا؟ لا ده مش غريب علينا، ده عباره عن نفي الاول في اثبات الثاني زائد اثبات الاول في نفي الثاني. ده دالت مين؟ ده دالت او ده الاكسبريشن بتاع بوابه كان اسمها اكس اور. خلينا نقول ان ايه ده عباره عن ايه؟ اكس اور مع البي. رائع جميل. اما طيب ده معادله السبمشن، دي اول معادله يا جماعه. رائع. خلينا نجيب المعادله الثانيه اللي هي بتاعت الكاري اوت، ادي السي زيرو كنا ندوره على المنترمات يا جماعه، اهو المنترمات اهي، ادي الواحد ده منور فين؟ لما الاي بواحد ولما البي بواحد، يبقى الاثنين لما يكونوا واحد وواحد وواحد. اوكي، فعشان كده كنا بنقول الاثنين دول حصل ضرب بعض، كنا بنقول اي مضروبه في بي. والاكسبريشن ده يا جماعه مش غريب علينا، اه ده اي في بي، ده بوابه مين؟ دي بوابه ضرب يا جماعه، بوابه اند. ممتاز. طيب خلونا بعد كده المعادله الثانيه، كده انا جبت الاس وجبت الكاري اوت، احنا جاهزين كده ان احنا نعمله ايه؟ جاهزين كده ان شاء الله ان احنا نرسمه الدايره. طيب خلونا ناخد ادي ايه وناخده المتغير الثاني عباره عن بي. ادي المتغير ايه كده، احنا محتاجين في بواب، محتاجين بوابتين. ها اول بوابه عباره عن بوابه اكس اور عشان ندخله عليها الاثنين متغير دول علشان يطلعوا لنا مين؟ عشان يطلعوا لنا السبميشن اس. رائع. المتغير الثاني بقى اللي هو الكاري اوت هاخد من الاي برضو، هاخد من الاي طرف وننزله، وياخد من البي برضو طرف وننزله على بوابه مين يا جماعه؟ على بوابه الضرب اللي هي كانت عباره عن بوابه اند، ونطلع منه السي اوت او السي زيرو. لو بقى عملنا ايه السلكشن للشكل ده، فده الدايجرام يا جماعه بتاع مين؟ ده التمثيل للهاف ادر، يعني ده اللي موجود جوه البوكس ده يا جماعه. فلو كشفنا البوكس ده هنلاقي ان عندي اثنين فاريبل، فاريبل عباره عن ايه؟ فاريبل عباره عن بي، اثنين متغيرين داخلين، وعندي اوتبوتين طالعين السبمشن والكاري، وده اللي هو موجود جوه الصندوق. فلو بصينا في البتاع عاديه يا جماعه هنلاقي الميكرو شبايه بتاعتها اللي هي اساسا ما بتبقاش ستاندالون سنجل، لا بتبقى ليها سلكتين على اليمين وسلكتين على الشمال، وانت بتركبها بقى في البي سي بي بتاعك في المذر بورد بتاعك. ده كده اول جزئيه راح نتكلموا فيها عن الهاف ادر ان شاء الله. بس لا السكشن اللي جاي، الحلقه اللي جايه ان شاء الله راح نتكلموا عن مين؟ عن الفول ادر. كيب ان تاتش. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.